القاعدة 39: النهي إن عاد إلى الذات أو شرطه دل على الفساد، وإن عاد إلى أمر خارج فلا. النهي في العبادات والمعاملات لا يخرج عن ثلاثة صور، احفظ هذه جيدا. النهي في العبادات والمعاملات لا يخرج عن ثلاثة صور: نهي عن ذات الشيء، ذات العبادة، ذات المعاملة، فهذه فاسدة. ثانيا، نهي عن شرط من شروط العبادة، أو نهي عن شرط من شروط المعاملة، فإذا حصل نقص الشرط أو وقع النهي الشرط فإن العبادة والمعاملة فاسدة. أمر خارج العبادة أو خارج المعاملة فتصح العبادة والمعاملة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، خلاص، عن صيام يوم إيش؟ العيد. النهي عاد إلى إيش؟ لذات العبادة، إذن باطلة. نهى عن الصلاة من غير وضوء، أنها عاد إلى إيش؟ شرط من شروطه، إيش حكمها؟ باطلة. نهى أن يصلى بثوب، نهى عن لبس الحرير، صلى الرجل وهو يلبس ثوب حرير، نقول صحة الصلاة مع الإثم. صحة الصلاة مع إيش؟ طيب من يستطيع أن يطبق لنا هذه القاعدة في الحج؟ يلا سريعا. أيوة دكتور، بمال مغصوب صح حجه مع الإثم. مثال آخر، هذا زكريا. المرأة إذا حجت من غير إيش؟ محرم لها، فنقول صح حجها مع الإثم. نعم. كم الساعة؟ كم الساعة؟